علي بن فليس سؤال آخر من بايا، تقول لك كيف ترى انقلابات ويحيى وعلي حداد وظهورهم مع الإرادة الشعبية؟ هل هو انفصال في النظام أم تشتت لمصالحهم؟ يوم أمس شفنا وافد جديد على الحراك الشعبي سي أحمد ويحيى رئيس الحكومة السابقة الأمين العام للآلندي، قالك بلي على قدم نصيحة للسلطة، قال على السلطة أن تستجيب لمطالب الشعب. ما رأيك؟ تعرفني أنا ما ذكرش الأسماء خلاص، يعني احترام للألقاب والأسماء مهما كانت التصرفات نتاع الأشخاص. هذا كان رئيس حكومة البارح وناس يتظاهروا يحبوا حقهم في السيادة في الجزائر، هو يوصفهم بمشاغبين، هذا يقول كلام آخر جوع جوع كلبك. أنا قاعد نبحث عن الكلب نفاها هو هذا السلام بن فليس، خليني نشرح برك. وبالتالي هذا واد حامل، والواد الحامل هذا يعني ماشي شعب كامل بغى التغيير. لازم نضمنوا للشعب الجزائري انتخابات نقية ونظيفة، وكل من عنده طموح قديم ولا جديد يروح للشعب والشعب يقرر مصير البلاد. دوكا كي تقول لي هذا الموقف يعبر عن تشتت في السلطة ولا انقسامات داخل السلطة؟ يا راجل الدار نتاع الموالات راهي رابت، الدار نتاع الموالات رابت وتشققت. هنا كي نشوف لي جي تي ا، انا لما درت الكونفدراليه نتاع العمال ولما بعض النقابات المستقله درت كونفدراليه، واش درت؟ هنيتهم. بعد التهنئه نتاعي بيومين قال لك وزير العمل قال راه هي الكونفدراليه ما هي الشرعيه، والاف سي او اللي فيه القطاع العمومي والقطاع الخاص هذه حلال على الاف سي او وهذه حرام على الكونفدراليه، قال انتم فيكم اخرين قطاع عمومي واخرين قطاع مش عمومي، انتم حرام عليكم. شوف شوف الخدمه هذه الراشيه والتبلعيط للشعب الجزائري اخذ وقته وانتهى، حمد لله رب العالمين. طيب. وبعد ذلك حمد للشعب الجزائري قرر مصيره، فلنصغي ونستمع للشعب الجزائري. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.